ستلقى فرصة خطيرة. هادي جول، هادي جول. جماهيرهم بأنهم ثائرون ضد السقوط ويعودون لمصادقة الأمل، فلا يمكن أن يسقط أرسنال مرتين، هكذا يقولون، هكذا يرددون، هكذا وفي هذه اللحظات بأعلى أصواتهم يرفعون. هذا اللقاء الريدز يعود عن طريق لويس دياز في لقطة، في كرة، في محاولة، في فرصة أتت كانت ميتة لكن دياز أحياها في اللقطة الماضية. وأجمل من كل أغنية هتافات جماهير كرة القدم. جابري مارتينيلي وجدها ليسجل وليتقدم الجانرز في حضرة الأمل يتشبثون، وعلى نقمة عودة الأحلام يعزفون، فكلما حاولوا دفن أحلامهم أيقظها ملعب الإمارات. يا سيد يورجن، نعم هنا في كرة كانت أشبه بهدية، وأنت الذي كنت تنتظر الهدايا من لاعب ليفربول، لكن الهدية كانت لمارتينيلي. مارتينيلي، مارتينيلي يسجل ثاني الأهداف لمصلحة الأرسنال في هذه اللحظات. الصافرة هنا تأتي إلى حد الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أرسنال يعود مرة أخرى ليغازل أحلامه وأحلام جماهيره في الوقت الذي تعطل فيه قطار نادي ليفربول هنا في ملعب الإمارات. أرسنال 3 ليفربول هدف.